مختلفه. في مشكله صغيره النهارده قابلتها معايا. بصوا لما كنت النهارده جايه ادي الدايز اوف ذا ويك، في ناس بتقول لي ساتردي وساندي وحاجات كده. مهم يعني بص النهارده هنطقهم بسرعه وبالراحه، يعني ساتردي 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 سبت، ساندي ساندي، موندي موندي الاثنين، ها مش تيوز، هي اسمها تيوزداي تيوزداي، التلات، الاربع وينزداي وينزداي. طيب نيجي بقى عند الخميس، هو مش سرس، مرض السرس ده مرض اساسا، مهم يعني اسمه ثيرزداي ثيرزداي، ها ثيرزداي ثيرزداي الخميس، فرايداي اللي هو الجمعه، تاني ساتردي ساندي موندي، ها تيوزداي مش تيوز تيوزداي، ها وينزداي ثيرزداي فرايداي. يبقى احنا عندنا كام يوم في الاسبوع؟ 7 days in the week and they are so simple. والويك اند بتاعتنا في ايجيبت هي مين؟ يعني هي اجازه نهايه الاسبوع عندنا فرايداي اند ساتردي مش ساتردي، ربنا بس هو اللي بيستر، مش ساتردي ساتردي. اشوفكم المره الجايه في معلومه على المشي. باي.